عليكم. معكم مصطفى مبارك، رئيس تنسيقيه مدينه سلا الفيدراليه المغربيه لنمو الحفلات برئاسه السيد محمد رحاس السلامي. صراحه تاسف القرار القاضي، القرار الحكومي القاضي باستثناء قطاع الحفلات من الشغال، فهذا قرار غير مفهوم وغير واضح، لانه بعد القطاعات اللي انها استأنفت العمل ديالها، يعني هذه القطاعات كثيره اللي بدات تستأنف العمل ديالها تدريجيا، ما عدا قطاع الحفلات اللي ما فهمناش، هذا قرار غير مفهوم. فنتمنى ان الحكومه تشوف الممول بعين العين الرحمه، لانه راه كاين مشاكل كبيره تتعاني منها، تعاني منها القطاع بزاف. كاين متابعات قضائيه لعدد كبير ديال الممول، لعدد منهم اللي عندهم متابعات قضائيه، سواء بالكمبيالات اللي ما قدوش يوفوا بها، وكاين الناس اللي عندهم الايجار ديال المحل ديالهم ما قدوش يسدوا الايجار ديالهم، اللي بداو تيخلصوا في الاول، ولكن صراحة راه مدة ديال 15 شهر ماشي سهلة، انه 15 شهر والناس واقفة على العمل، فهذا راه بحد ذاته صراحة صراحة مشكل كبير لممول الحفلات. حق الصراحة راه هذا قلت لك انا القرار، حنا صراحة نتأسفوا، يعني ما فهمناش القرار، هذا قرار غير مفهوم وغير واضح، انه يعني كنا تنستبشروا انه ممكن انهم بعد العيد انه تكون ممكن انه نشتغلوا، وكان عندنا واحد الامل، وكان عندنا يعني كنا مستبشرين خيرا انه غنبداو ان شاء الله العمل من بعد العيد، ولكن بعد منين جاء القرار ديال انه يسالفوا بعض المقاهي وهذا الشغل ديالهم، فمو الحفلات استثناء، يعني ما عرفناش علاش الحكومه تتقصي القطاع ديال الحفلات انه ما يشتغلش، مع العلم انه عده قطاعات اللي بداوا تدريجيا العمل. وحنا دابا تنشوفوا، يعني ما فهمتش واش القطاع الحفلات واش هو سبب تفشي الجائحه، هذا الشيء اللي وقيله تظن الحكومه، مع انها تشوف دابا الا دخلت خرجتي للشارع تلقى حافلات اللي مملوءه عن اخرها، تلقى الليترا عامرين، اسواق عامرين، يعني ما فهمناش علاش، واش مع العلم انه ما كاينش حتى التهويه ديال، يعني الا دخلتي للحافله ما كاينش تهويه، وحدا شي حدا شي، مع العلم ان مول الحفلات ممكن انه تيلا اشتغل ممكن يشتغل بواحد يعني بطرق اللي هي ممكن انها تحافظ على السلامه الصحيه ديال المواطنين وديال الناس ديالو، انه ممكن يكون تباعد تكون واحد 50%، حنا ما طالبينش شي حاجه اللي كبيره، طلبنا نخدموا ولا 50% بعدا الحكومه، يعني لانه الناس وقفوا، وكنا صراحه استبشرنا خيرا يعني في التراجع ديال الحالات في المغرب ديال كوفيد، وهذا صراحه هذا راجع للسياسه الرشيده ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، ولجنة اليقظة اللي تتبع الحالات. فصراحة هذا ما فهمناش هذا القرار، الله ما تفهمش، يعني ما مفهومش هذه المسألة ديال الضرائب، فما كاينش ممول اللي ما جاتش الضريبة خصو يخلصها. نتمنوا على الحكومة أنها تأخر شوية الضرائب للممولين، حيت الناس راه ما دخلوا زيرو درهم، كاين اللي ما دخلش 15 شهر وهو واقف راه ما دخلوا حتى ريال، وكاين العمال اللي عندك ما يمكنش، كاين اللي حيت كنشوف راه كاين اللي مديكلاري، راه تنشكر أنا لجنة اليقظة اللي صرفت لهم واحد المبلغ ديال 2000 درهم ديال صندوق الضمان الاجتماعي، ولكن كاين الناس اللي موسميين ما تيشتغلوش معاك، يعني ماشي معاك يعني دائما، يعني تيكونوا موسميين تتعيط لهم، فهادو الناس اللي تضروا بزاف، وراه ما يمكنش تشوف فيهم، راه تنتا عندك واحد عندك واحد شي حوايج اللي كبير كثيره بزاف، لانه راه الممول عنده الكرا، عنده المصاريف ديال الماتريال، عنده كاين الشاحنات اللي واقفين اللي تيخسروا، كاين الناس اللي السائقين، كاين يعني كاين مشاكل كبيره اللي ما يمكنش انه الممول يخرج منها الا ما اشتغلش. فالحكومه ما يمكنش انه غتعطي يعني واخا القروض غيزيدوا يكملوا كاع داكشي اللي بقى. دابا الناس راه دابا راه كاين متابعات قضائيه بالنسبه بعدد ديال الممولين اللي عندهم متابعات قضائيه، بالنسبه للكمبيالات كما قلت اللي ما تخلصاتش، وبالنسبه للسومه الكلائيه ديال البعض انه خلص في الاول ولكن راه ما قدوش يخلصوا.
كاين عندهم مشاكل ديال يعني ولادهم ما يعني ما خلص بقاش باش يخلصوا مدرسة لولادهم، يعني كاين مشاكل كبيرة ولات وعاد يعني تحسب حتى هي بزاف ديال المشاكل اللي واقعين. فالناس راه باعوا الماتريال ديالهم، كاين الناس اللي سدوا محلات ديالهم ما بقاوش قادرين يعني ولو بغاو يديروا شي حاجه ما قدوش، ما عرفوش انه فاش بداو في هذه الحرفه هذه ديال تمويل الحفلات ما قدوش يديروا شي حاجه اخرى وما عرفوش. يعني كنتمناو الحكومه انها تشوف بعين الرحمه في الناس، لانه هذو صراحه قطع اللي غادي للهويه.